توفي أسطورة موسيقى الهيب هوب والراب دي ام اكس اليوم الجمعة في مستشفى بنيويورك بعد أسبوع من إصابته بنوبة قلبية عن عمر ناهز 50 عاما. وقالت عائلته في بيان صحفي تنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة دي ام اكس اسمه الحقيقي إيرل سيمونز عن عمر ناهز 50 عاما في مستشفى وايت برينس بنيويورك بعد وضعه على أجهزة دعم الحياة في الأيام الماضية دون جدوى. وأضافت كان دي ام اكس محاربا قاتل لأجل الحياة حتى النهاية، أحب عائلته من كل قلبه ونعتز بالأوقات التي قضيناها معا، وقد ألهمت موسيقى الملايين حول العالم وسيستمر إرثه الشهير إلى الأبد. كان قد أعلن محامي المغني الراب والممثل الأمريكي دي ام اكس أنه نقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة بعد تعرضه لأزمة قلبية. وقال ماري ريتشمان لوسائل إعلام أمريكية أنه لا يعلم إذا ما كانت هذه الأزمة الصحية نتجت عن جرعة زائدة من المخدرات أم لا. وكان المغني الشهير يعاني من تعاطي المخدرات بشكل معروف وقضى عدة سنوات في محاولات مختلفة للتوقف عن التعاطي. ويعد دي ام اكس من أساطير موسيقى الهيب هوب وقد تعامل مع فنانين كبار مثل جاي زويجة. وتحيط أسرة المغني البالغ من العمر 50 عاما بسريره في المستشفى في نيويورك. قضى المغني عدة سنوات في السجن بعد إدانته بعدة تهم منها الإساءة للحيوانات والقيادة المتهورة وحيازة المخدرات والأسلحة. في عام 2018 كان محط اهتمام وسائل الإعلام بعدما قام بتشغيل إحدى أغانيه في المحكمة أثناء نظر القاضي في قضية كان متهما فيها بالتهرب من الضرائب. وبعدما استمع القاضي للأغنية قال إن دي ام اكس رجل طيب وحكم بسجنه لمدة عام. وتعرض المغني لأزمة صحية طارئة عام 2016 في مرأب بالسيارات في نيويورك، استوقف عن التنفس تماما واضطر المسعفون لإنعاشه عبر التنفس الاصطناعي في المرأب التابع لأحد الفنادق الشهيرة.